تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عرقله دخول المساعدات الاغاثيه الى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه. واغلقت قوات الاحتلال على مدار يومي الخميس والجمعه معبر كرم ابو سالم بشكل كامل، والذي كانت تتسلم فيه الامم المتحده المساعدات لتوصيلها للاشقاء في قطاع غزه. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع الساده المشاهدين، ما زلنا في متابعه مستمره لنقل الصوره من العريش ورفح. المجهودات المصريه لا تتوقف فيما يتعلق بالمفاوضات بشكل عام واستقبال جميع الاطراف هنا في الاراضي المصريه من اجل احياء المفاوضات مره اخرى وفي محاوله للوصول لوقف دائم ومستدام لاطلاق النار، لكن بالاضافه لهذه المفاوضات ايضا المجهودات الخاصه بالمساعدات الانسانيه ما زالت مستمره منذ بدء العدوان الغاشم على الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه. الشاحنات من ورائي تتكدس بالطبع هنا في العريش ورفح بسبب منع وعرقله قوات الاحتلال لهذه الشاحنات من الدخول من بوابه معبر كرم ابو سالم، بالطبع معبر رفح المصري يفتح ابوابه طوال الوقت وتتحرك هذه الشاحنات من العريش ورفح في اتجاه معبر رفح المصري وتذهب الى معبر كرم ابو سالم تتسلم هذه الشاحنات الامم المتحده وتحديدا الانروا ليتم توزيعها علي الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات من معبر كرم ابو سالم وتعرقل دخولها في بعض الاحيان وحتي اذا دخلت الي قطاع غزه تمنع دخولها الي الشمال بشكل عام الاونروا صباح اليوم اعلنت عن ان قطاع غزه قارب على ابواب المجاعه قطاع غزه بالكامل كان تتحدث من قبل عن الشمال فقط اليوم قطاع غزه بالكامل اصبح على ابواب المجاعه نظرا لقله تدفق المساعدات حيث انها يتم يعني منع هذه المساعدات ويتم وضعها في المخازن الخاصه بمعبر كرم ابو سالم او امام البوابه ولا تدخل على الاطلاق بالاضافه لذلك ايضا استمرار النهج الاسرائيلي او نهج الخاص بقوات الاحتلال بالقصف المستمر لمراكز مراكز الايواء والمستشفيات وايضا الاضر وتحدثت اليوم ويعني الفصائل المختلفه الفلسطينيه في قطاع غزه اعلنت عن ان قوات الاحتلال اخرجت مستشفى كمال عدوان في الشمال من الخدمه تماما واخرجت جميع المصابين واعتقلت كل من كان داخل هذه المستشفى، بالطبع هذه الاجراءات بشكل عام يعني تنتهجها قوات الاحتلال ضمن خطه كانت قد وضعتها لمحاوله التهجير القسري للفلسطينيين من شمال قطاع غزه الى جنوب قطاع غزه ومحاوله بعد ذلك لدفعهم الى الاراضي المصريه او الى خارج قطاع غزه لكن مصر اعلنت اكثر مره ان هذا لن يحدث ولن تسمح بالتهجير القسري ايضا الشعب الفلسطيني في غزه لن يترك ارضه حتما حت يعني راينا في الايام الماضيه لذلك المجهودات المصريه بشكل عام للحفاظ على القضيه الفلسطينيه مستمره اما بالمفاوضات او حتى الجزء الخاص بالمساعدات الانسانيه هذه هي الصوره والان اعود اليكم مره اخرى